طلبتنا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. موضوع محاضرتنا اليوم بشكل رئيسي عن اللي هو discharge. discharge راح نتكلم عن اللي هو نقاط هامة، اللي هو نعرف شو يعني discharge process، the purposes of discharge and the steps involved in the discharge. يعني نعرف شو معنى الديسشارج بروسيس، شو الغرض من الديسشارج بروسيس، وشو هي اهم الستبس فور ديسشارجينج ذا كلاينت، بالضبط زي ما تكلمنا عن الادمشن. الديسشارج تعني تو تيرمينيت كير فور ذا بيشنت هو از ان ذا هيلث كير ايجنسي اور هي از ان ذا هوسبيتال. يعني يقصد بالشارج هو إخراج المريض، يعني ننهي خدمات الرعاية اللي بنقدم له إياها، سواء كان في الهوسبيتال اللي هو بسميه هوسبيتال أو أكيوت هيلث كير سيتنج أو هيلث كير سيتنج اللي هي سواء مرافق الرعاية الصحية. What is the purposes of discharge? Discharge it has four purposes. First, it will meet the discharge, post-discharge clients, post-discharge needs. يعني تلبي احتياجات المريض من الأشياء اللي بده يكون عارفها بعد خروجه من المريض in a timely manner، بمعنى أنه هو يأخذ المعلومة في حينها أو في وقتها. Coordinate the use of appropriate community resources، بمعنى انه هذا المريض قد يكون في عنده جلطه دماغيه، في عنده اي اشكاليه، يحتاج الى اي خدمات من المؤسسات المجتمعيه الموجوده في المنطقه. بنضرب مثال بسيط عشان نفهم الموضوع. لو كان في عندنا مريضه او مريض تعرض الى جلطه دماغيه بسبب انه كان في عنده يعني كرونيك هايبرتنشن، وكان عنده صار نزيف دماغي او صارت جلطه دماغيه. اني هاو المريض مكث في المستشفى اسبوع 10 ايام اسبوعين، وهو في عنده يعني شلل نصفي. المستشفى عاده هي will not accept those cases، مش هيقبل هيك حالات، يظل على طول موجود المريض عنده في المستشفى. وبالتالي هذا المريض لازم يبحث عن اي مؤسسه صحيه تهتم بهيك حالات، اللي بنسميها الكوميونتي ريسورسز، يعني مؤسسات المجتمع اللي هي موجوده. مثال عليها عندنا زي مركز الوفاه اللي هو بيهتم بالناس العجزه، الناس اللي بيتعرضوا الى اضطرابات صحيه بهذا الشكل. وجود هذه المؤسسات يعني يؤمن للمريض will provide continuum of care، بمعنى يؤمن لهم استمراريه العنايه. يعني لو هذا المريض روح على البيت راح يكون صعب على أهل البيت يتكيفوا مع هيك حالة، ويحتاج إلى حد يكون متوفر مع المريض على طول، راح يكون عبء على الأسرة، وحيكون أحيانا ممكن نلاقي كثير بصير تقصير من الأهل في رعاية هيك حالات، بالذات لما بالحالة بتطول. Also discharge will shorten the hospital stay. طبعا المريض لما بيعمل عملية جراحية وبقعد يومين أو ثلاثة، معناته احنا قصرنا فترة مكوثه بالمستشفى. برضو هذا نفس الكلام، it will decrease cost، بقلل ايه الكوست، الكوست بينزل، لأنه المريض بدل ما ياخد كير ويدفع أجرة يومين أو ثلاثة بده يضطر يدفع 8 أيام، وبالتالي الكوست راح يزيد عليه. يبقى هذا وفرنا على المريض فيما لو كان راح يدفع ثمن الخدمات. Also the discharge process it will reduce the need for readmission. يعني إذا المريض عمل له الكير كويس، أخذ الانستركشنز الكافية، عملنا له تواصل مع مؤسسات المجتمع المدني، حنوفر عليه أنه يعود يدخل تاني المرفق الصحي اللي هو يعالج فيه. طيب ننتقل للسلايد اللي بعده اللي هو steps of discharge process، يعني ما هي خطوات
إخراج المريض من المرفق الصحي أو من المستشفى. Number one, obtaining medical authorization, اللي هو obtaining authorization from medical. Medical فاكرين حكينا قبل هيك على الميديكال authorization في الادميشن، واللي هو يقصد فين من الميديكال ذا فيزيشن. يعني ذا فيزيشن هي از ذا ان تشارج بيرسون فور ديسايدنج تو ديسشارج ذا بيشنت. يبقى ذا فيزيشن ويل ديسايد تو ادميت، يعني هو اللي بيقرر ادخال المريض، اند اولسو هي ويل ديسايد تو ديسشارج ذا بيشنت، يعني هو اللي راح يقرر إخراج المريض من المؤسسة الصحية. طيب، هذا عملية الخروج. دائما المريض ساعة ما بده يخرج من المستشفى يا جماعة لازم يكون في عنده نموذج للخروج، بنسميه discharge order، يعني في قرار بالخروج. هذا النموذج تبع الخروج اللي بيكون فيه المريض لازم يكون فيه written prescriptions، بمعنى لازم يكتب عليه شو هو العلاج اللي لازم ياخذه المريض before leaving the hospital، يعني شو الأدوية اللي لازم ياخذها. indicates when and where to follow up، إذا كان المريض يحتاج إلى متابعة، هل هو بده يتابع في مركز مجتمعي، هل المريض يحتاج إلى follow up بعد أسبوعين يجي على المستشفى يراجع الطبيب. all these things it should be clear for the patient يا جماعة. ولذلك عادة لما بكتب الطبيب discharge بروحه مسجل شو هي الأدوية اللي لازم يأخذها المريض. هذا بده يتاخذ حبة كل 12 ساعة، هذا بده يتاخذ قبل الأكل، هذا بعد الأكل، كذلك لو كان في بده علاج طبيعي بده يتحول إلى مركز مجتمعي بيقدم خدمات علاج طبيعي. لو كان هذا المريض بده، قلنا حكينا زي مركز الوفاء، يحتاج إلى مركز متخصص في مثل حالات اللي هو بيكونوا هيلبلس ويحتاجوا إلى مساعدة كاملة لمدة 24 ساعة. طيب، النقطة الثانية اللي هي leaving against medical advice، اللي هي against، كان شايفينها against medical advice، انه هنا يعني يقصد بها انه المريض يغادر المستشفى على مسؤوليته برغم النصيحة الطبية، برغم النصيحة الطبية. طيب، نوضح مثال. لو كان في عندنا في القسم، احنا شغالين في قسم من الاقسام رجال او حريم، usually some patients suddenly they decide to leave the hospital، يعني فجأة المريض بيجي بيقول لك الان بدي اروح، بيجوا اولاده او اولاد الست بدنا او بناتها بدنا نروحها خلاص. طب شو المشكلة عندكم يا جماعة؟ بنحاول نفهم منهم، بنحاول نقنعهم انه لازم هي تكمل العلاج لمدة 3 ايام اخرى او اكثر، ولكن احيانا لا نفلح او لا ننجح في اقناع الاهل او اقناع المريض بانه يضل بالمستشفى. لذلك في هاي الحالة يا جماعة اذا احنا failed to convince the patient بنحاول يعني نستدعي الحكيم المشرف او الحكيمة المشرفة اللي هو السوبرفايزر، ممكن النادي الطبيب treating physician try to convince the patient to stay to continue his medication. يبقى كنا هنحاول نقنع المريض، ولكن if we failed and the client determined to leave، يعني اذا المريض خلاص قرر انه بده يغادر المستشفى، يبقى مطلوب منا يا جماعة انه ايه، we will ask him to sign special form، يعني بنيجي بنقول له احنا الحين خلاص انت يعني حر up to you، وانت تتحمل المسؤولية كاملة، ولكن مطلوب توقع لنا على هذا النموذج to sign special form انه هو خرج against medical advice. وهنا احنا نخلي مسؤولية المستشفى وهو المسؤول عن اي شيء ممكن يحدث له خارج المستشفى. الخطوة الثانية في discharge instructions اللي هي نلخصها في كلمة method. method تعني ايه؟ تعني عدة اشياء. الميثود تعني medication، الاي تعني environment، التي تعني treatment. نشرح واحدة واحدة. الانستركشنز
فيما يتعلق بالميديكيشنز، انه هنا احنا مطلوب منا انه instruct the client or his family about the drugs that will be self-administered. اي علاج المريض راح ياخده، يبقى اذا كان المريض مسن بدنا حد من اهله، ست بدنا بناتها، حد من قريباتها او من اولادها. مثال عليه لو كان عندنا مثلا مريض بده ياخذ الانسولين، لازم نعرفه كيف ياخذ بطريقه صحيحه وندربه، نعمل له التريننج على طريقه سحب الجرعه، على طريقه اعطائها، ويبقى نضمن انه المريض حياخذ علاجه بشكل متواصل. النقطه الثانيه اللي هي الاي الانفايرمنت، الاي اللي هي الانفايرمنت. Here we will explore how the home environment can be modified. كيف احنا نجعل الـ home environment تكون آمنة، بمعنى انه you should remove the scattered drugs. أي أشياء قد يتأثر فيها بالذات لو كان في عندنا كبار السن، ضروري انه احنا نشيل هاي الأشياء من طريق كبار السن عشان ما يصيرش لهم falling down اللي هو وقوع وينكسروا. وبالتالي بدنا نأمن انه البيئة اللي بده يكون يروع عليها المريض بدها تكون آمنة بالذات في البيت. فلذلك مطلوب نفهم اللي هم الناس المحيطين بالمريض انه ضروري يأمنوا له الانفايرومنت اللي تكون مريحة. النقطة الثالثة في الميثود اللي هي التي ميثود. التي تعني التريتمنت، والتريتمنت يقصد به to demonstrate information or skills involved in the self-care and providing opportunities. بمعنى لو كان المريض اي تريتمنت له، بدنا مثلا خلينا نحكي انه هو بده يعمل غيار على الجرح، بده يعمل dressing changes، ممكن نعلم المريض او اهله كيف يغيروا، وممكن نعطي لهم فرصه بالذات لو كان المريض يعني يحتاج الى كير لفترة طويلة، مضطرين نعلم الأهل كيف هم لوحدهم يقدموا هذا الكير للمريض، وبالتالي نضمن أنه المريض بياخذ الرعاية بشكل مناسب. طيب النقطة الثالثة اللي هي الهيلث، من ميثود نتذكر الاتش هيلث تيتشنج. طيب تيتشنج يعني ايش؟ بدنا نعلم المريض، بدنا نعطيه انفورميشن that will improve either maintain or improve health. يعني مطلوب نحكي للمريض بالذات في الكرونيك ديزيزز، نحكي له شو هي الساينز، شو هي السيمتومز اللي هي تؤدي او علامات تدل على انه في هناك بداية مضاعفات. يعني المريض لازم يكون حذر بالنسبة لهيك اشياء. طبعا later on راح تدرسوا انتم كل الامراض المزمنة وتتعرفوا على شو هي الساينز وهي السيمتومز. احنا عارفين شو يعني ساينز وشو سيمتومز. ساينز تعني اوبجكتيف والسيمتومز تعني سبجكتيف داتا. يبقى بالتالي المريض لازم يكون نوليدجبل بشو هي العلامات اللي تدل على انه وضعه يزداد سوء، شو هي العلامات، عشان يكون منتبه ولا يهمل في تقديم اللي هو الكير بشكل صحيح. نكمل اللي هو في عندنا ميثود اتش او، الاو اللي هي يقصد بها الاوت بيشنت ريفيرال. بمعنى حكينا احنا في الديسشارج لما الطبيب يكتب ورقه الخروج بيسجل عليها شو هالعلاج اللي لازم ياخذه المريض، الغيار كيف يغير، بيكتب الريفيرال اذا بده يحوله لاي مركز مجتمعي. مثال عليه انه we should explain what community services are available. بدنا نكون احنا كنيرسز عندنا معرفه بشو هي المؤسسات اللي بتقدم خدمات في مكان اللي احنا نشتغل فيه، علشان احنا نسهل عمليه transition to independent living، نساعد المريض في انه ايه يعتمد على نفسه ولا يبقى نايم بالمستشفى. طبعا مثال عليه زي مركز بيقدم علاج طبيعي physical therapy، او قلنا ممكن يكون مركز يقوي الناس اللي عندهم مثلا كبار في السن وعندهم جلطات وعندهم يعني لا يستطيعوا الحركة، وبالتالي لازم تكون في هناك مؤسسات مجتمعية تقدم له خدمات. وقلنا مثال عليها زي مركز الوفاء اللي هو يدخل الحالات
رغم انه يعني زي ما احنا بنعرف انه هو مش يعني ما هوش حكومي مدعوم او مجاني، والمرضى اللي بدهم يناموا فيه لازم يعني يدفعوا ثمن الخدمات لانه يعتبر مركز خاص. اخر حرف في الميثود في الديسشارج انستراكشنز اللي هو ميثود اخرها دي، والدي هي اللي يقصد بها ايه؟ الدايت. من الانستراكشنز لازم نعطيها المريض احيانا ممكن وي ارينج فور دايتيشن. الدايتيشن مين هو؟ اللي هو اخصائي تغذيه، دايتيشن بنسميه، اسمه دايتيشن، تو بروفايد فيربال اند ريتن انستراكشنز. يعني هذا الدايتيشن المفروض يوفر للمريض نصائح شفويه، يعني يقعد مع المريض ويعطي له شيء مكتوب على ورق. النصائح بدها تكون فيربال شفوي، وبدها تكون ايضا مكتوبه للمريض عشان يفهم كيف هو ياخذ علاجه. اند موديفاي اور ريستريكت سيرتين فودز، يعني مثلا يقول له هذا الاكل خفف منه، هذا زيد منه. وامثله الاغذيه طبعا انتم درستوا مساق التغذيه، وبالتالي احيانا ممكن ينصحوا للمريض انه ياخذ لو فات دايت، لو بروتين دايت، هاي بروتين، لو سول دايت، يعني اخذتوا انواع الاغذيه، وبالتالي هيك بنكون فهمنا اللي هو providing discharge instructions من خلال تطبيقنا لكلمة method نتذكرها. الخطوة الثالثة في الديسشارج اللي هي notifying the business office. notifying تعني ايه؟ انه نعمل notification ونتصل. مين هو البزنس اوفيس؟ اللي هو يقصد به مكتب الاداريين اللي هم بيسجلوا الحالات اللي هي حالات الدخول، وعشان في النهاية زي ما انتم عارفين انه هذه الامور احيانا يترتب عليها امور فاينانشال مالية، وبالتالي we should notify the business office before the client leaves the agency. You have to notify the business office. طبعا شو دورهم هذول قبل ما يغادر المريض؟ The clerical personnel، الكلارك قلنا اللي هم مين؟ الناس الإداريين والكتبة الموجودين في الاستقبال. They will verify that all insurance information complete, information is complete, and that the client has signed a consent form authorizing the release of medical information to the insurance carrier. بمعنى هذا الكلام لو كان المريض يعني عنده شركة تأمين مأمن فيها، وهنا هو لازم يوقع ورقة انه احنا نطالب بثمن الخدمات. طبعا هذا الكلام لا ينطبق على واحد مؤمن. المؤمن اوريدي هو مشارك بيدفع في التأمين، وبالتالي مش مطلوب منه يوقع الورق. لكن هذا التوقيع لو كان واحد يخلينا نقول زي حادث سير، هذا لازم يوقع ورقة انه المستشفى يحتاج انه يستعيد، يعمل reimbursement للكوست اوف ذا سيرفيسز اللي يعملها للمريض، وهو يتابع مع شركة التأمين ويحصل الحقوق، تحصل المؤسسة الحقوق تبعت الخدمات اللي قدمتها للمريض. If records are incomplete، لو كانت الملفات غير مكتملة مش كاملة يعني، or the client has no insurance، المريض ما كان عنده تأمين، the client may be asked to make arrangements for future financial payment before discharge. طيب لو كان المريض ما فيش شركة أخرى بدها تدفع عنه ثمن الخدمات، يبقى هو لازم يعمل التزام، وهذا الالتزام يوقع عليه بأنه بده يسد على الأقساط ثمن الخدمات اللي هي قدمت له. الخطوة الرابعة في الديسشارج اللي هي الديسشارج إكلاند، إخراج المريض. وإخراج المريض هنا يقصد بها يعني انعمل له الأوردر بالخروج، when all preliminary business is complete، يعني من النواحي الإدارية الأمور تمام. يبقى بيجي دور النيرس هنا to help the client في ثلاث شغلات، ثلاث أشياء. gather his or her belongings، لو كان المريض ما فيش معاه حدا كبير في السن بيقدرش يشيل، ممكن نساعده في لم اغراضه. تعرفوا ان احنا بيكون اغراض كتير جيب مع المريض، وبالتالي ممكن نساعده in gathering
his or her belongings، كل الأشياء اللي ملك المريض. برضو لو ما كانش في مع أحد ممكن we arrange transportation، يعني نرتب لمواصلة تروح المريض، يعني ممكن يكون في أنا مكتب سيارات قريب منا نتصل عليه نقول له في حالة في راجل في ست بده يروح، إذا ما كان مع حدا جاي من أهله يعني برضو بنساعد في عملية transportation. وكذلك we escort the client when leaving، يعني دائما نشعر المريض انه احنا معاه لاخر لحظة وكأن بنودعه بنظل معاه لغاية ما يسيب المستشفى، يعني ممكن نساعده في لم اغراضه ما فيش مع حد نحمل معاه، يعني this will give the patient good impression about the treatment of nurses with their clients. طيب عشان نعمل توضيح لهذه النقاط gathering belongings if necessary the nurse help the client repack personal items، يعني قلنا اذا ما في مع حدا مش مانع انه احنا نرتب الامور هاي له نحطهم في اكياس نجهزهم بحيث يسهلوا عمليه نقلهم عشان يروحوا البيت. The nurse uses the inventory of values to ensure that nothing has been lost or forgotten. Use of inventory. الانفنتوري يا جماعة هي عبارة عن زي فاتورة يسجل فيها أي أشياء تعود للمريض، يعني لو كان فيه له فلوس، لو كان فيه له ذهب، لو كان فيه له نظارة، لو يعني أي شغلات خاصة بالمريض بنجيب هاي الورقة اللي احنا بنقول له هاي في لك عندنا في الأمانات، في لك فلوس 100 دينار، في لك كذا، في لك ويلتشير عندنا، أي أغراض خاصة وعشان ما ننساش أي شيء والمريض ياخذ كل مقتنياته قبل ما يروح. A wheeled cart is helpful to transport the client belongings. أحيانا إذا معاه أغراض كثيرة ممكن نعمل على عجلة، على يعني أي عربة بعجلات نساعد في عملية النقل لأغراض المريض لو كان معاه أغراض كثير. Arranging for transportation. In most cases the client contacts family member. غالبا يعني قلنا انه عندنا بالذات احنا مجتمع يعني مترابط كثير، غالبا لما بروح بكونوا الاهل جايين او الاصحاب بيساعدوا كثير في assistance with transportation in most cases. If no transportation is available the client may use the public transportation، ممكن ياخذ مواصلات المكاتب كثيره، او ممكن ياخذ van transportation may be available for older عشان تسهله اللي هي زي سيارات النص نقل هاي اللي تساعد لو بده يروح بالكرسي. وعلى اي حال يعني موضوع المرواح السيارات متوفره وكثيره. Escorting the client escorting the client when the client escorting معناتها مرافقه المريض. When the client is ready the nurse takes him or her to the door in a wheelchair، اذا غير الويلتشير اللي هو كرسي بعجلات، فيما لو كان المريض قادر على المشي طبعا ممكن نرافقه to allow the client to walk there with assistance. أحيانا the client may choose to have discharge prescription filled at the hospital pharmacy before leaving. طبعا أحيانا في مرضى في نظام مستشفى بياخد علاجه من المستشفى، أنه عندنا المريض غالبا بياخده من العيادة، يعني هذا حسب نظام المؤسسة الصحية. Generally the nurse remains with the client until he or is safely inside the vehicle. يعني صح انه نضل مع المريض لغاية ما يركب السيارة. And waiting the loopy for the ride. يعني نستنى لغاية المريض ما يركب سيارته ونقول له الله يسلمك مع السلامة. النقطة الخامسة في الديشارج ألا وهي steps discharge steps writing a discharge summary. طبعا المريض في هاي الحالة بيكون غادر روح البيت، يبقى دورنا هنا انه احنا بعد ما روح المريض انه after the client has left the healthcare agency، وقلنا left healthcare agency هي الهوسبيتال، the nurse documents the discharge activities and the client condition.
زي ما احنا شايفين امامنا النرج بتدون، النيرس بتدون الداتا اللي تتعلق بخروج المريض، كيف المريض روح، ممكن نكتب انه البيشنت روح مشيا الاقدام، البيشنت روح مثلا في ويلي تشير، على ويلي تشير، المريض روح على مثلا ووكينج وذ اسيستنس، وكيف كان وضعه الصحي. يبقى لازم نكتب كل أشياء عملناها، أي instructions عملناها للمريض بنكتبها برضو في الـ discharge summary يا جماعة. فيما لو إحنا زي ما حكينا إنه إحنا في عنا method of touching، عنا نظام teaching، عنا حكينا إنه we have to document، we have to record أي discharge instruction عملناه للمريض يفترض نكتبه عنا في الـ discharge summary، وهذا مهم كتير بالنسبة لنا. والنقطة الأخيرة اللي هي النقطة السادسة في الستبس يا جماعة، إنه يكون تيرمينال كلينينج. تيرمينال بمعنى نهائي، يعني نظافة نهائية. زي ما احنا شايفين في الصورة في عنا الهاوس كيبينج بيرسونيل. مين هم الهاوس كيبينج؟ اللي هم عمال النظافة. الهاوس كيبينج بيرسونيل كلينز the client's room for the next admission. يعني هيو اجي بيعمل dusting، اجي بيعمل بقشطه في الغرفة، يعني في هناك حملة نظافة واضحة في الصورة الأولى. و they strip the bed of linen. strip the bed of linen بمعنى انهم بيزيلوا كل الشراشف اللي موجودة على السرير، clean it with disinfectant، وبروحوا مسحينها بمطهر، بمسحوا السرير. and they restock the bedside cabinet with basic equipment. يعني هنا مطلوب منهم هم يعيدوا يفرشوا السرير من جديد، ويجهزوا السرير بما سبق تحدثنا فيه في الادميشن، انه لازم يكون الكوميدينا مجهزة بكل الادوات اللي فيها، ويجهزوا أدوات جديدة للضيف الجديد. هذا اسمه Terminal Cleaning. Also زي ما احنا شايفين في الصورة الأولى تنظيف. اثنين هيجابوا شراشف عشان يفردوا السرير، تمام؟ وهنا هي السرير انفرش وجاهز وتمام. Then we notify the admitting department that the unit is ready. يعني بنتصل على قسم الدخول وبنحكي لهم انه الحالة خرجت، والسرير عندنا رقم كذا كذا فارغ، بامكانكم تستفيدوا منه. These measures prevent assigning a client to a room that still requires cleaning. يعني عشان هم يكونوا عارفين انه في عندهم الان سرير رقم كذا كذا أصبح خالي، ممكن ندخل عليه. يبقى لازم يكون هناك في تواصل بين الأقسام مجتمعة. وهيك إحنا بنكون وصلنا إلى نهاية المحاضرة. شكرا لحسن استماعكم.